أهم الاستنتاجات اللي الشباب هذايا قادر على الإبداع وقت اللي نعطيه الفرصة، قادر على الإبداع وقت اللي نسهلوا له الثنية. احنا للأسف عندنا العديد من التشريعات وعندنا العديد من التراتيب المكبلة للروح المبادرة، واحنا إن شاء الله، أنا كما كنت نحكي توا للشباب، احنا الحكومة باش نشنوا حرب على هالتعقيدات الإدارية وعلى هالبيروقراطية وعلى عقلية التراخيص هذايا وعلى عقلية التعقيد. الشباب هذايا قد ما تعطيه فرصة قد ما قادر على الإبداع.